مرحبا حلوين، كيفكم؟ حبيت اطلع احكي لكم شو اللي صار معي هالفترة. مبدئيا كنت بالعقبة واجا خبر انه عادل ورضا مسافرين، فرجعت قبل بوقت شوي عشان الحق اقعد اشوفهم. وسافروا امبارح، ما قدرت انزل شيء لانه شوي هيك الوضع ما كان تمام، وغير انهم سافروا وكنت كثير تعبانة. وبس عشان هيك ما زبط اني انزل كثير. غير هيك ان شاء الله رح نرجع نلتقي، يعني كانت كثير صعبة وكثير صدمة، بس لا يعني انه اخر مرة رح اشوفهم ان شاء الله، يا انا بروح يا هم برجعوا. وبس يعني مش عارف شو بدي احكي، خلص رح اصير ارجع انزل ستوريات. وهلا حاليا كثير عم بصير اشياء معي بدي انقل من الفندق، ف زي ما كنت بحكي هلا عم بطلع من الفندق راح انتقل على شقة. ان شاء الله راح اصور لكم هيك فلوج اعرفكم على شقتي الجديدة، وراح اتابعكم معي بحياتي وشو عم بصير معي وبالتصوير اللي عندي اياه هلا. ان شاء الله راح يكون اشي كثير حلو، ففي اشياء كثير حلوة. وبموضوع الأغنية كمان هي نعم نشتغل عليها كمان حترجع. وش كمان؟ بس والله أحبكم، اشتقت لكم. يلا باي. هي اخر تجهيزات الغرفه. مبدئيا طبعا رضا ترك نص اغراضه، شنطتي كامله له هون. راح اترككم عندي عشان نرجع نتلاقى. شكرا عشان نسيت نص اغراضك. هون تذكر لما كنا نضل نعمل هيك؟ لا؟